الدسكشن. طيب طيب، بما يتعلق بموضوع الحوكمة، طبعا تمام الموضوع منه موضوع جديد، هو موضوع قديم وأساسي، والمقاربة فيه لا تبدأ من إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ، وما بتبلش من الـ PMO أو الـ VRO، بدها تبلش من الـ organization نفسها، من أصل الـ organization، من القيادة، من الليدرشيب، الجهات العليا، يعني نعني بذلك مجلس الإدارة. فلما أتكلم على الحوكمة، فينا نلخصها أنه هي النظام يلي من خلاله المؤسسات بتدير وبتشرف على، إذا بدك، تحديد وضع استراتيجيات وتحديدها والوصول إلى الأهداف، للوصول إلى الرؤية. وهذه مسؤولية المجلس، مجلس الإدارة، البورد اوف دايركتورز، مسؤوليتهم تو سيت دي استراتيجيك ايمز اوبجكتيفز، ومسؤوليتهم انه يوضعوا، يكون يأمنوا القيادة المطلوبة لوضع لتحصيل هالاوبجكتيفز، او حقيقة لنجاح في تحقيق هالاوبجكتيفز، اوكي، والاشراف على الإدارة تبع البزنس كلها، تبع كل الأعمال. من ناحية تانية كمان، مجلس الإدارة عنده مين بيحقق، يعني بيتوجه له بالتقارير يلي هن الشير هولدرز. إذا عم نحكي على أورجانيزيشن كبيرة، في عنا شير هولدرز وفي عنا بورد أوف دايركتور. فالبورد أوف دايركتور they report للشير هولدرز. ولما نحن نتكلم على قصة الحوكمة، فطبعا بالنسبة للحوكمة في ستاندردز في العالم. الحوكمة تهدف إلى، أو البرنسبلز تبعها الأساسية، محاورها، هو تأمين الترانسبيرنسي أو الشفافية، الريسبونسبيلتي والأكاونتبيلتي، يعني المسؤولية والاعتماد والمحاسبة، الفيرنس، العدالة، والسستينابيلتي اللي هو الاستدامة. هذه عناوين شاملة لقصة الحوكمة. فتبدأ من مجلس الإدارة. فمجلس الإدارة بده يكون في عنده، يعني إذا بدنا نرجع بس كفكرة الحوكمة ليش مهمة؟ لأنه في شاعر بيقول: لا ينفع الناس فوضى لا صورة لهم، ولا نظام إذا جهالهم سادوا. فأنت لحتى تقدر تحقق أهدافك، لابد لك من نوع من، إذا بدنا نسميها، قوانين داخلية أو آليات عمل محددة معتمدة مقبولة. ما بينفع إنه كل واحد يدير المركب مثل ما هو شايف، خاصة إذا كنا عم نتكلم على مؤسسات كبيرة قد يكون فيها آلاف الأشخاص وقد يكون فيها عدة مواقع. فشو الطريقة حتى كلياتنا ندير هالمؤسسة بطريقة متجانسة ووحدة، وتوصلنا للهدف اللي نحن بدنا إياه، مش نكون عم نعمل اللي بنقوله نحن بالعامية، عم ندعس على إجرين بعض أو عم نخطط صلاحيات بعض. مشان هيك، حتى ما يكون في اللي بيسموه شخصانية، بحيث إنه أنا مدير، أنا مسؤول، فأنا بقرر هيك والكل بده يسمع كلامي. مش هيك تدار المؤسسات، أو الأمر اللي بيقولوا له المؤسسة. فمشان هيك نحن بنحتاج لهالنظام، الحكم أو الغوفرنس، وبيبلش بالبورد أوف دايركتور، بحيث إنه يوضع له غوفرنس مايلو، البورد أوف دايركتور، مجلس الإدارة، البايلو تبعه. البايلو بيقول كيف، هاو تو إلكت ذا ممبرز، كيف بيكون، ليش انت بتكون عضو في مجلس الإدارة، شو الشروط اللي بدها تتوفر فيك، شو الهدف، شو الدور المنوط فيك، وكيف بيتم اختيارك او ترشيحك. والا بجي انا رئيس مجلس إدارة، بجيب ابن عمي وخيي وابن خالتي والربع، ومنديرها بقى مثل شيخ القبيلة. ما هيك بتدار المؤسسات. So how to elect the members، هيدي وحدة. بالأساس كيف بيتم اختيار رئيس مجلس الإدارة مثلا،
في طرق عديدة. بعدين نتكلم على كيف آلية صناعة القرارات، كيف تتخذ القرارات. هذه القرارات خاصة المتعلقة الأساسية بالاستراتيجية اللي بيعملها البورد، كيف بيصنع استراتيجية وكيف بيعمل ملاحقة أو المتابعة للتنفيذ، how to track implementation و how to set اللي بنسميهم نحن controls، يعني مثل علامات معينة بتدلنا أنه نحن حققنا أهداف معينة. مشان هيك ممكن هيك يكون ترجمتها. مشان هيك دائما رئيس مجلس الإدارة بيكون في عنده شخص أو جهة جهتين دائما بيقدموا له تقارير مباشرة، واحد بيسموه الانترنال اوديتور والثاني الاكسترنال اوديتور، المدقق الداخلي والخارجي. وهول ليس فقط للامور الماليه، نعم جزء كبير من اللي بيعملوه له علاقه بالامور الماليه، لان الامور الماليه مرتبطه بكل شيء وبتساعدك تكشف امور كثيره وانت بحاجه الى هي عصب، ولكن ايضا يعنى بفعاليه المنظومه المتكامله كلها. فبيكون عنده عين داخلية internal auditor ما بيخضع لأي جهة تانية إلا للسي اي او، وفي عين خارجية كمان external auditor، هو اللي بيساعده لحتى يكون عنده وضوح كفيزيبيليتي أو كرؤية واضحة لشو عم بيصير عنده بالorganization. بعدين how to يعني كيف بتأمن إذا بدك proper clear transparent reports للشيرهولدر، لأنه هول الشيرهولدرز يمكن يكون أنت شركة قد تكون عامة أو يملكها بعض أشخاص أصحاب أملاك وعينوا رئيس مجلس إدارة وبورد، فبالنهاية بدهم يعرفوا استثمارهم هل هو يروح بالاتجاه الصحيح ولا لا، فبدهم يقدموا تقارير واضحة للشيرهولدرز. طبعا من ضمن الحوكمة بيكون كيف how to develop and approve strategies, budgets and plans، كيف بيكون شو آلية العمل لنقدر نوصلها. كمان من ضمن الحوكمة في عنا إدارة الـ enterprise risk management اللي هو إدارة المخاطر المؤسساتية، ليس فقط مخاطر المشروع. في organizations خاصة لهالأمور عديدة في العالم، حددوا نحو 24 نوع من المخاطر المؤسساتية اللي ينظر إلها وينظروا إلها حتى الأوديترز وغيرهم. هذا كله من ضمن الحوكمة لتأمين الاستدامة أو البزنس كونتينيوتي. بيدخل فيها طبعا لما أنت عم تحدد استراتيجية how to measure، كيف بتقيس، فبتحدد كيف بتحط مؤشرات الأداء، كيف توضع وكيف تقاس الـ KPIs يلي هي بتعكس أهدافك أو the right business measures. وهون في أنواع عديدة من الـ KPIs أو مؤشرات الأداء، في اللي بيقولوا لها leading or lagging، كل وحدة إلى استخدام معين. باختصار في شيء بيقول لك شو مضى شو حصل، وفي شيء بيقول لك شو ممكن يحصل معك لقدام بتحقيق الأهداف المستقبلية. وبعدين من ضمن الأشياء كمان يلي مؤخرا آخر سنتين ثلاثة تغير العالم، صار من المهم بمكان بالgovernance system إنه يدخلوا how to embrace agility إذا بدك المرونة المؤسساتية and gain resilience، المقدرة على التحمل، لأنه بيواجهك أمور حتى بالإدارة المخاطر ما بينت معك مثل الكورونا وغيرها. من ضمنها كمان عندك اليوم عصب أي مؤسسة هو المهارات والكابيتال، human capital تاعك. ف how do you attract talent and retain talent؟ ماكنزي مرة قالوا عنده كانوا ارتكل اسمه The War for Talent، كيف بتقدر تكون جاذب للمهارات الطاقات المهمة اللي بتساعد مؤسستك على النمو، وكيف بتخليها عندك مش تتركك. اوكي، فكيف بتعالج إدارة يعني how do you manage the competencies and skill بقلب الorganization يلي عندك. وكمان اليوم بالفترة الأخيرة صار أساس how to manage كل organization لتستمر، لابد إلى من digital transformation، لابد من التحول الرقمي. كمان لابد يكون معرف على جهة البورد،
وواحدة من الأشياء يلي ركز علينا أصدقائنا من Strategy Implementation Institute أنه قليل من الأورجانيزيشن كتبوا Strategy Implementation Plan أو عنده Strategy Implementation Roadmap. الأغلب فقط يكتفي أنه عمل Balance Scorecard وحدد مؤشرات أداء على مستويات عديدة وعمل لهم كاسكيدينج. اوكي، يعني نحن عندنا مثلا بدنا نحقق هالهدف بدنا نزيد مبيعاتنا 20%، بالتالي فرع السعوديه بده يزيد 10%، فرع الامارات 3، فرع البحرين 5، فرع قطر 2. اذا نزادوا كل واحد حقق هدفه بنكون زدنا ال 20%. هذا جميل وهذا اساسي في اي استراتيجيه، والجوفرنس بتحكم هالامر، لكن لا يكفي، لأنه مجرد وضع مؤشرات الأداء لا يدلك ولا يخبرك كيف أنت بدك توصل للنتيجة المرجوة. فهون في خطوة زيادة اللي هو Strategy Implementation Plan، كيف منحقق هذه استراتيجية وإلى قواعد. وطبعا الفوكس بده يكون الأساسي من خلال الحوكمة على تحصيل المنفعة والفاليو والقيمة لنقدر نوصل للاستدامة أو السستينابيليتي. طبعا لما بيكون عندنا هيك نظام، تنفيذه كمان وتطبيقه على الأرض يحتاج إلى وضع إجراءات العمل أو البروسيسز يلي تتواءم معه، وأيضا من ضمنه الديليجيشن أوف أوثوريتي، يعني كيف منوزع الصلاحيات لاتخاذ القرار، لصرف الأموال، للتوظيف hire and fire أو استخدام الموارد أو تناقل الموارد، وكيف كمان نوضع استراتيجية الاسكيليشن. اسكيليشن يعني لما بيوصل بمستوى أحد المستويات من الإدارة لمطرح مسدود، شو الشرط اللي بيسمح له أنه يخبر الجهة أو اللي يطلب منه أنه يرفعها لجهة أعلى منه لحتى هي تقدر تحل إشو أو بروبلم أو مشكلة. أصبح لما بيكون عنا منظومة حوكمة متكاملة تبدأ من البورد أوف دايركتور، بتوزع الصلاحيات، اللي بيشتغلوا بإدارة المشاريع والبرامج بياخدوا جزء من الصلاحيات، واللي بيشتغلوا بالعمليات بياخدوا جزء من الصلاحيات، وكل واحد بيكون عنده إجراءات عمل بيشتغلوا سوا، ما بطريقة فيها سايلو، مش بطريقة فيها جزر، إنما بطريقة بتأمن الانتجريشن أو الترابط اللي بنسميه نحن بزنس كونتينيوتي كونتينيوم، بحيث إنه كأنه عم نتكلم قصة، كل قسم من أقسام المؤسسة عم بيقول تشابتر من القصة بشكل مترابط حتى نوصل للهدف المرجو. بتعزز الكولابوريشن والتعاون، بتخفف الكومبيتيشن، لأنه بيكون في فيرنس وفي وضوح للرؤية، وضوح للأدوار، ومنها نستنتج أو نوصل لأنه نوضع البروسيس جوفرنس، إجراءات العمل والصلاحيات المنوطة فيها. بالتالي أنا أرسلت لك تو دايجرامز، في واحدة منها بتحكي على البورتفوليو جوفرنس يلي يستقى من الأورجانيزيشنال جوفرنس اللي كنت أنا عم بحكي عنها بالأول. ومن خلال هالبورتفوليو معين أو محفظة إدارة المشاريع بيطلع له مع الأهداف تبعه والأموال الموضوعة له جزء من الصلاحيات. يعني أمر الصلاحيات ما بتكون بإيد شخص واحد في المؤسسة، ما بتشتغل، توزع الصلاحيات على حسب الحاجة. أوكي، ف تتضمن governance practices including oversight، يعني شو جهة الإشراف اللي نحن بدنا نعملها، شو الكنترول بدنا نعمله، شو الانتجريشن، وكيف وشو decision making. ومن هذا إذا ننزل نزول من فوق لتحت، يعني الorganization بتعطي الصلاحيات ضمن نظام الحوكمة للبورتفوليو المحفظة، والمحفظة بتعطي للبرامج أو المحافظ اللي تحتها والمشاريع، والبرامج بتعطي للمشاريع اللي تحتها، والبرامج مرتبطة بعمليات مستديمة
لما بتنجح وبتحقق الترانسفورميشن، يلي كمان هيدي العمليات عندها آليتها الخاصة بما يتعلق بالgovernance، بالترابط مع الorganizational governance. هذا إذا عم ننزل من فوق لتحت، من تحت لفوق بيكون في مثل ما أنه أنا عم بعطيك صلاحية بإيدي اليمين، عم باخد بشمال منك شو؟ performance report، عم بتعطيني تقارير. هالتقارير مش أي تقارير، تقارير مربوطة بمؤشرات الأداء اللي أنا بتهمني، اللي أنا وضعتها، الـ KPIs اللي أنا بتهمني، اللي بتساعدني يكون عندي وضوح لآخذ قرارات صحيحة بالعمل. وكمان ممكن تطلب مني تعديلات، change request، يمكن بدك budget، أموال زيادة، يمكن بدك موارد زيادة، يمكن بدك قرارات أساسية ما عندك صلاحية تاخذها. وممكن تعمل كمان escalation لإشو أو لا ريسك إذا ما كنت قادر تحله على المستوى تبعك. أصبح المنظومة المتكاملة بتتكلم كيف الأورجنايزيشن ككل، يلي مؤلفة من أجزاء عديدة بمحاور عديدة، من البورد للعمليات للمحافظ أو البورتفوليو للبرامج للمشاريع، كلياتهم كيف كل واحد بياخد جزء من هالمنظومة المتكاملة، جزء من الصلاحيات من الديسيجن ميكينج، وكيف بيشارك بانه بيعطي فيزيبيليتي، رؤيه، وبيعمل بيعطي ريبورتينج. طبعا الهدف منها الوصول انه ننجح بتحقيق اكثر من مجرد اهداف استراتيجيه، تحقيق الفيجن او الرؤيه تبع المؤسسه. هذا بشكل اذا بدك بريف عن شو هي الحوكمة وليش نحن نحتاج للحوكمة. طبعا الفرق بين اثنين organizations، وحدة أهملت عملية الحوكمة وبالغالب بيهملوها لأنه ما بيعرفوا شو هي. أوكي، ما بيعرفوا شو هي لأنه الناس اللي بيكونوا وضعوا في مراكز قيادية ما تلقوا التدريب المطلوب الكافي أو الخبرة الكافية كيف يوضعوا هيك نظام. فبالتالي الطريقة اللي نحن بنعرفها هي الوان مان شو، انه دائما بيرجعوا لشخص واحد لياخذ كل القرارات. لتنتقل من شخص واحد ياخذ القرارات لمؤسسه، يعني هيدي الشخص الواحد، الاف الاشخاص مرهونين بشخص واحد ياخذ قرار، ما مقدرته على انه ياخذ جميع القرارات على كل المستويات، ما بيقدر، ما حدا بالعالم بيقدر. ما هيك تبنى الاوطان اصلا، ولا هيك تبنى المؤسسه. بينما مؤسسة تانية عندها نضج مؤسساتي أكثر، توزع هالصلاحيات بحيث أنه كل شخص بالمستوى يلي هو فيه يعطى شيء من الثقة، ولكن عليه شيء من الكنترول. دائما في اثنين، إيدك اليمين وإيدك الشمال. أوكي، ما بتعطي الصلاحية هيك بس ببلاش ثقة مطلقة، لأنه الثقة you should earn it. تنجح فيها منعلي لك الليفل بالgovernance، فيها ممكن يكون عندنا أكثر من ليفل. مش هناك حتى امور مثل الكارير ديفلوبمنت او الكارير بلانينج، يعني مثلا اذا بتطلع على شركات عندها نضج مثل ارامكو او غيرها، بتلاحظ انه عندهم شيء اسمه بروجكت مانجر ليفل 1 2 3، بروجرام مانجر ليفل 1 2 3 اند سو اون. طب ليش عندهم مستويات من نفس مسمى الوظيفه؟ شو الفرق؟ كل واحد بليفل اعلى بيقدر يدير مشاريع بقيمه اكبر، وبالتالي بيقدر يتحرك بقرارات وبأموال وبناس بدرجة أعلى. أوكي؟ طب كيف يرفع من جهة للتانية؟ بنجاحه بالمستوى الأول، بيوصل بعد كم سنة والخبرة والثقة للمستوى الثاني، ثم للمستوى الثالث، وهكذا دوري. هيك حتى عملية الـ HR أو إدارة الموارد البشرية بتكون استراتيجية مش مجرد تكتيكية، تتعلق بديفلوبينج هالكارير بلان وهالباث وربطها بالحوكمة وبالصلاحيات. فأنت بتعرف حالك لما بتوقع عقد بمستوى أعلى، يعني أنت عندك صلاحيات أكثر، يعني مسؤوليات أكثر، يعني تحاسب أكثر. إنه بيمشوا إن بارلل مع بعضهم البعض، ولكن بتوصلك لأنه ما بتوظف شخص هو ستار وبتشغله سكرتيرة أو سكرتير، عرفت كيف؟ بس ليسمع الكلمة، ما بيبقى عندك، بيمشي. أوكي، ففي فرق كبير بين اثنين. المؤسسة اللي بتعرف مظبوط كيف
توضع نظام حوكمي جيد تقدر أن تستقطب العديد من المهارات، لأنه في مجال لهم أنه ينمو ويكبروا كل واحد بقدرته، مش بهو مين بيعرف، مش بواسطة. أوكي؟ ليه؟ لأنه بكل مستوى في نظام، هالنظام هيدا لما يتبع مزبوط بيؤدي إلى أنه كل واحد يقدر يعمل دوره وبيعرف شو دور اللي فوقه ويقيم على عمله، وإن كان نجح بيقدر يترقى. بالتالي هيدي الأورغانيزيشن بتقدر تكبر، بتقدر تجذب عدد أكبر من أصحاب وصناع القرار، بدل ما يكون عنا صانع قرار هو شخص واحد، يصير عنا صناع قرار على مستويات كبيرة كثيرة across all the organization، كل واحد على الليفل أو على المستوى فيه. طيب هلأ الانترنال اوديتر عادة بيرجع للسي اي، لأنه هو عينه جوات الorganization بمستويات مختلفة. الانترنال اوديتر بيقدر يفوت إلى كل المكاتب، إلى كل الليفلز، أوكي، بيقدر يتابع مع كل المدراء وما حدا له سلطة عليه، فبيقدر يكون عينه لأنه بيطلع على الوثائق وعلى الأرقام وبيتكلم مع الناس. الانترنال اوديتر هلا external auditor بيشتغل على أكثر من level، وعادة بيكون في مكاتب لهم، ومثلاً إحدى الشركات الكبرى بالconstruction يلي عندها proper governance، إجوا ثلاث عائلات أسسوا شركة ضخمة للإنشاءات في قطاع النفطي، بتشتغل بكذا بلد في العالم ببليونز اوف دولارز وناجحين. بالشير هولدرز الأونرز إجوا قالوا من ضمن البايلوز للبورد اوف دايركتور ممنوع يكون في أي حدا من العوائل تبعنا. أوكي؟ يعني نحن بدنا نعمل مؤسسة لا نتحكم فيها نحن، يتحكم فيها نظام نحن منوافق عليه. فوضعوا آلية اختيار السي اي او وآلية اختيار البورد اوف دايركتورز، وقالوا لهم تفضلوا اشتغلوا، وعينوا 2 external auditors للشير هولدر. أوكي؟ فهول عين الشير هولدر على الorganization كلها. هيدا غير الاكسترنال auditor تبع السي اي او. أوكي؟ لأنه السي اي او دايما بيحتاج لانترنال auditor بيشتغل معه جوات الorganization، ولعين تاني خارج الorganization لحتى نمنع البايس، من خلال looking for what we call as corroboration أو تقاطع المعلومات. لما بيقل الانترنال auditor كلمة وبيرجع الاكسترنال auditor يلي ما بيعرف الانترنال auditor وما بيقربه ما في تأثير عليه بيقل لي نفس الكلمة، ساعتها أنا بيكون ميولي أنه صدقها أكثر. أما لما كل واحد بيقول كلام، معناته هون في نقطة أنا بحاجة أنه أبحث فيها أكثر لأعرف شو الواقع. نفس الأمر بالنسبة للشير هولدرز، حيحصلوا على تقارير من قبل السي اي او بعد ما يكون استعرضهم مع الانترنال والاكسترنال اوديتور. بيكون عندهم بهالحالة عينوا 2 external auditors كل واحد حتى من جهة من بلد. أوكي؟ بيشتغلوا هول، بيعطوهم رأيين مستقلين عن مدى كفاءة وفعالية إدارة الاستثمار يلي عم بيعملها هالسي اي او هيدا. أوكي؟ من توزيع أرباح، من أهداف استراتيجية، من سمعة المؤسسة، من نمو المؤسسة، من 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 كل هالأمور هيدي على صعيد عم نحكي الشير هولدر. فبالتالي صار عندك نظام حوكمي مترابط من أعلى الهرم حتى فوق الهرم، من الأونر لا أوطى ليفل، بمنظومة وحدة متجانسة. طبعا لنقدر نوصل لهالحالة اللي فيها نضج بهالطريقة هاي بتاخد عادة سنين، وبتحتاج إلى العديد من التدريب والعديد من ورش العمل والديسكشنز، يعني نقاشات داخل الأورغانيزيشن وغيرها، نتعلم من تجربة غيرنا. بس بالأساس بدها تنبع من الليدرشيب، من الإرادة عند المؤسسة، إنه أنا المؤسسة ما بدي ديرها كأني عم دير مدرسة أو تكية عندي، أو عرفت كيف، مؤسسة خاصة فيي. أوكي، أنا البي، فأنا
الأونر وأنا كلمتي الوحيدة المسموعة. أغلب المؤسسات اللي هي فاميلي بزنس بلشت بهالطريقة، لما كبروا كتير اكتشفوا أنه لا ينفع، ما ينفع شخص واحد مهما كان عنده مهارات قوية ومهما كان عنده تفاني في العمل أنه يقدر يدير آلاف وأماكن كتير، وما ينفع فقط يعتمد على أولاده اثنين أو ثلاثة، يمكن ما عندهم المهارات الكافية مثلا، خاصة لما تكبر وبده يدخل معهم مستثمرين وغيرهم. فكيف تقلب الفاميلي بزنس لانستيتيوشن، لمؤسسة أو المأسسة؟ من خلال تطبيق نظام حوكمي على مستويات عديدة. كل شيء نحن بنعلمه بإدارة المشاريع من إجراءات عمل بالبي ام او وغيرها، هيدي كلياتها بدها تنبع من وين؟ من الكوربوريت governance. مشكلتنا أنه أحياناً بتروح ينطلب منك أنه تحقق نظام وله حوكمة على ليفل معين في المؤسسة، واللي هو الليفل الأعلى مش موجود. هيدي بنواجهها كتير. تقدر تعمل نوع من النجاح على صعيد مستقل بسايلو، بس ما بينجح المؤسسة ككل إلا لما تنظر للمؤسسة ككيان كومبلكس واحد ضخم له أجزاء عديدة بدك تعامله بشكل جيد. كالجسد الواحد مثل بني آدم، إذا أصبع إجرك وجعك يمكن ما تقدر تنام بالليل، أوكي؟ فكذلك المؤسسة كالجسد مترابطة إلى أعضاء عديدة، كل عضو له مهمته المختلفة عن الأخرى. يعني أنت ما بتشوف بعينك، عفوا ما بتشوف بإيدك، بتشوف بعينك، أوكي؟ مهمة اليد غير مهمة العين، بس كلاهما مهم عندك، وكلاهما إذا حصل في ضعف أنت ككل بتضعف. كذلك المؤسسة بدها تنظر لهالأمور كلها. فمشان هيك أحد الأشياء اللي كنا عم نركز عليها بالفترة الأخيرة الانتجريشن بين الأوبريشن وإدارة المشاريع، بين العمليات وإدارة المشاريع. لن تحقق نجاح كلي إذا اعتمدت فقط على إدارة المشاريع، وهذه عم بيحكيها مدير مشروع عتيق مدير مشاريع عتيق، أوكي؟ لن تحقق نجاح المؤسسة ككل إلا بالترابط والتكامل ما بين العمليات وإدارة المشاريع. وهالأمر لن يحصل من بحث، ولن يحصل من الوسط، لن يحصل إلا إذا بدأت فيه من فوق. إرادة CEO على التخلي عن نظام الإدارة الوان مانشو. ليه؟ ليش إرادته مهمة وأساسية كقيادة كليدرشيب بهالحالة؟ لأنه في ظل عدم وجود بعد بايلوز تحكمه أو جمعية عمومية أو ما أشبه، فهو الحاكم بقلب هالأورجانيزيشن. بعض الناس قد يكونوا اعتادوا وارتاحوا، والناس بتحاول أنه تتجنب التغيير المزعج لها. بده يدرك هذا الشخص أنه هو يعمل لشيء أكبر منه، يعني هو قد ما خدم بعد فترة بده يتقاعد، بده يرحل، أوكي؟ هل هدفه لما يرحل أن المؤسسة تتوقف عن العمل حتى يقال لولا هو ما كان في مؤسسة؟ إذا كانت هيدي النفسية ما حينفع الحال. أما إذا كانت النفسية مختلفة، إذا كانت النفسية أنا اليوم في ظروف خلتني يكون بمكان ما ناجح وقدرنا نبني مؤسسة، وأنا رغبتي أنه هالمؤسسة بعد ما أنا مر أو اتقاعد أو اتنحى أنه تستمر بل وتكون أقوى. فهيدي الإرادة من هون مننطلق، لأنه هيدا يحتاج أصعب الأمور وموجودة بالستراتيجي implementation roadmap اللي هو الكالتشرال تشينج، التغير الجذري في بيئة العمل، في الكالتشر تبع المؤسسة نفسها. فهذا ما بيبلش إلا من فوق، إلا من عند هالشخص هيدا إذا ما كان في غيره. فأول نقطة بده يبلش من عنده، بيكون عنده هالإرادة. إذا افترضنا أنها كانت موجودة، في عنا نقطة تانية يلي هي ينقصنا الخبرة والعلم، أوكي؟ فهون ممكن يعمل
ثلاث أمور. ممكن أنه يدخل ويحضر بعض الدورات الخاصة بالحوكمة، ممكن أنه ما يحضر دورات بدالة، وهذا كتير شائع في العالم كله في كل الدنيا، يكون في كوتشنج. الكوتشنج بحيث أنه بدل ما يروح هذا يحضر دورة بشكل عام، بيجيب شخص هو عنده خبرة وبيعطيه جلسات مغلقة بتركز على احتياجاته للحوكمة وعلى نقاط الضعف يلي عنده، وبيعطيه مهام يشتغل عليها وبيتابعه وبيعطيه استشارة. والأمر الثاني ممكن أنه يعينوا شركة مثل شركات المانجمنت كونسلتينج لحتى تكتب لهم نظام الحوكمة، توضع لهم إياه، أو يعينوا شخص لحتى يكتب لهم. بيرجع للتخصص ولا تعقيد العمل يعني في كل هالكونتكست هيدا. بس أنا برأيي اللي هو سيريوس بيمشي فيهم كلهم، يعني بيعمل كوتشنج، بيعمل دورات، وقد يجيب ناس تدربه هو وبعض ناس لمجلس الإدارة سوا، بيعملوا أكثر كوركشوبس، ورش عمل بيكون فيها أكثر من تدريب، مناقشة أفكار وكيفية التطبيق، أوكي، وممكن يستشيروا استشارة كمان بهالأمر. هذا أساس، لأنه هيدي إن وضعت بطريقة صحيحة كل الأورجانيزيشن حتلحق، يعني الترانسفورميشن حيكون هائل في الاتش ار، في الفاينانس، في الخدمات، في الهندسة، في إدارة المشاريع، إدارة العمليات، خدمة العملاء، كله هيدا بده يتغير. بس بده يتغير نابع من فوق، مشان هيك ضروري نقدر نعمل الشيء اللي هو فوق بأصح طريقة فينا نعملها. فهيدا الجواب على الشق الأول من سؤالك. شو الشق؟ لابد، والكوتشينج بيلجأوا له أضخم شركات العالم، يعني مثلا مارشال جولدسميث، الكوتش 100 اللي فيهم أنطونيو وغيره، هول متخصصين بالكوتشينج بس للفورتشن 500 بأمريكا فقط، بهال 500 شركة، ما بيعطوا حدا تاني، وبياخدوا على الكوتشينج مبالغ مهولة. وأكثر من هيك، عشرات أو مئات الألاف ليعملوا كوتشينج لشخص، ومن كتر ما عندهم ثقة بنفسهم ما بيقبضوا إلا ما يحقق نتيجة. تخيل وين، عرفت كيف؟ يعني بيقولوا نحن هلأ هنشتغل معك سنة، حنحط أهداف آخر السنة من إيسا، إذا وصلنا لها بتدفع لنا كل منه، إذا ما وصلنا لها ما بنكمل معك، ما بتدفع لنا، وعطول بيقبضوا منه. فاليوم لابد الكوتش السي او بالنهاية إنسان، وإنسان عنده قرارات مصيرية بده يعملها وماسك كتير خيوط بإيده، لابد أنه يعرف يتخذ القرار الصحيح، يعني لابد أنه يتغير. أنا برأيي إذا كان عنده الإرادة بالأول أنه ما تكون one man show، ساعتها مثل ما بيتقبل أنه بده يجيب شركة تعمله نظام. بس ما هذا النظام مين حيمارسه؟ مجلس الإدارة هو أولهم، أوكي؟ أصبح هو يمكن عنده بعض weaknesses أو بعض شغلات، ما بيحب يقعد بالتريننج روم هو وناس تانيين. بس كوتشينج بيصير فيه ثقة مع كوتش، وان اون وان ريليشن شيب، بيقعدوا لحالهم، بيكون في خصوصية، وبيفتحوا المواضيع اللي هلأ بدنا نحكي على موضوع وضع الرؤية، هلأ بدنا نتكلم على الكي بي ايز، هلأ حنتكلم على إجراءات العمل، هلأ حنتكلم على الاتش ار الاستراتيجي، هلأ بدنا نحكي على كيف بنعمل الفايف يير بلانينج financially and so on. okay. فبيفتحوا مواضيع، موضوع ورا الآخر. الكوتش بيشرح له بعض الأشياء، وبيعطيه يمكن كتب يقراها، بيعطيه articles، بيتناقش هو وياه، بيفحص وبيعمل له تقييم، وبيعطيه بشكل واضح وين النقاط يلي هو مطلوب انه يشتغل عليها، ويا بيساعده بنفسه، يا اما قد اعتبرني مثل استشاري صحي الكوتش. انت لكن انا عم بشتغل على صحتك ككل، ولكن انت بحاجة الى خمس جلسات لظهرك فيزيوثيرابي،
بقترح عليك فيزيوثيرابيست بيجي بيعمل لك الخمس جلسات وبيروح وبكمل أنا معك. فقد يحتاج إلى إدخال اختصاصيين معينين للعمل معه أو مع غيره بالاتفاق هو بيه، ولكن بيكون شخص عم بيواكبه هو استشاري خاص، هيدا هو الكوتش. ولكن مبدأ to be coached شو يعني؟ يعني اعتراف انه انا عندي بعض النقص، عندي بعض الضعف، وانا بحاجة انه اشتغل عليه. اذا كان شايفه عيب ما بيكون من النوع اللي الاول اللي انا عم بحكي عنه، اللي بده يتخلى عن الصلاحيات ويعطيها لغيره. اوكي، هيدي من برجع بقول لك الامور الشخصيه هيدي اللي بتنبع من قلب من عند السي اي او اساسي. لابد من الكوتشنج، والا كيف حيتخلى عن عادات بيكتسب عادات اخرى الكوتش السي اي او. اوكي، الا اذا كان عم يجيب جهه استشاريه عم تحدد توضع نظام ومن ضمنه من نوضع صفات السي اي او المطلوب وبنبلش منفتش عليه لنجيب سي اي او جديد. وبس جيب السي اي او جديد وحطه محلي انا بمشي، ساعتها ما بدك كتير كوتشينج. اوكي، فحسب هو شو دوره.